أجنبية في الشأن الداخلي لتونس، كما تدخلات الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى. شنو رأيك أنت في التدخلات هذه؟ هذه التدخلات مرفوضة جملة وتفصيلا. التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لا شأن لهم بوضعنا الداخلي التونسي، فنحن أدرى بأمورنا والشعب التونسي أدرى بأموره وبإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها الدولة التونسية منذ سنوات، وخاصة منذ عشرية الخراب، منذ تلك العشرية السوداء التي ذاق فيها الشعب التونسي الأمرين على جميع الأصعدة. والله ما رأيي أنا، ما هي تونس شنية منطقة استراتيجية، فما بين الجزائر وبين ليبيا، هي شنو من الغاز ومن الغاز، كل منطقه كما نقولوا كل مصلحه. هما تو يحبوا تونس، ما عندهم مصلحه في ليبيا وعندهم مصلحه في الجزائر، وتونس جايه في الوسط. شنو الحل؟ الحل الناس كلها تتقات على مصالحها. هذوك معاملين بالعان، يحبوا يدمروا تونس، ما يحبوش الخير لتونس، حاجه واضحه باينه، فهمتي؟ امور سياسيه، ما يحبوش تونس تتطور، يحبوا يدخلونا في الشؤون نتاعنا، ما عندهمش حتى حق. انا ضد، فهمتني ولا؟ وغالب المواطنين التوانسه ضد. احنا دخلنا فيهم ما يدخلوش. احنا تونس مستقله وعليها كرامتها وسيادتها، ما يدخل معنا حتى اي انسان. علاش؟ على خاطر احنا عندنا رجالنا. علاش بتدخل؟ ينجموش هم يدخلوا مع اجنبي، هما ينجمش يدخل معاهم واحد مسلمين. أحب احنا ولا أحب تونس ولا الجزائر ولا المغرب ولا أي بلاد، ما يحبوش شكون يدخل في شؤونهم. احنا ما نخليوهمش يدخلوا. بورقيبة كان ما قال ما تدخلوش فينا. بورقيبة قال احنا أحرار في بلادنا، نعملوا اللي نحبوا. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الصفحة ماذا بينا تتويت وإن شاء الله تتوي، فهمتني؟ وإن شاء الله يا رب يحني من حسن إلى أحسن، وداخلين تو على بريكس، حاجه كما هناك اسمها هي منظومه بريكس، فهمتني؟ وان شاء الله جاي خير وكا، ان شاء الله فهمتني؟ تو تحل برشا افاق التوانسه، فهمتني؟ وزيج برك شويه يفيقونا شويه التوانسه، ويزونا من اللعب والضحك، فهمتني؟ تو وقت الجد، فهمتني؟ ونحطوا في قلوبنا، ما نخلوش الناس كل تضحك علينا، وان شاء الله يا ربي جاي خير وكا. بالنسبة للتدخلات، هو معناها كل الدولة التونسية هي معناها دولة قائمة بذاتها، معناها كما نقولوا فيها رئيس، فيها سلطة، فيها حكومة، هي تسير الدولة، دواليب الدولة. إذا كان فما تدخلات، يعني راها هي تدخلات كما نقولوا فيها كسلطة، معناها يحبوا يفرضوا كما نقولوا فيها، مش في مصلحتنا احنا مهما كانت. معناها نتصور أنا أي واحد يحب يتدخل في مصلحته هو، باش كيما نقولوا الاجنده نتاعو تخدم له العباد اللي عنده، ولا هنا كل الناس فما عباد تخدم اجندات معينه، وكل دوله عندها سياده نتاعها، معناها سياده فما دراب وفما معناها ارض وفما شعب هو اللي صاير للبلاد هذيك.